النهارده باذن الرحمن احنا عايزين نعمل حاجه مهمه، عايزين نعمل الفكره كامله هي بس احنا كنا اخدناها مع السي اس في فايل، عايزين نتنقل لنوع تاني من الملفات اسمه اكس ام ال، ونعمل نفس الفكر تاني بس بالفايل اللي اسمه اكس ام ال ده، ونحدث الكتابه بتاعتنا شويه. احنا كنا بنكتب كله على بعضه، عايزين نرتب شويه، نعمل فانكشنز، نعمل كلاس، نعمل مش عارف فاهمني يعني، نرتب ايه امورنا قدر الامكان. ف نشوف مع بعض ان شاء الله، نتوكل على الله، اتمنى من ربنا ان احنا نقدر نخلص النهارده الشغل ده كله باذن الله يعني في الوقت على الاكس ام ال يعني. ف نبدا نتوكل على الله. نفتح طبعا البرنامج بتاعنا الاول. طيب احنا هنبدا اكزامبل مطول بس شويه، ان هو مش بالعدد بقى لانه هيبقى كبير شويه. احنا عايزين نعمل الفكره الاساسيه بشكل الكلاس بتاع الاكس ام ال. مبدئيا للناس اللي مش عارف يعني ايه اكس ام ال، ناخد عنه نبذه سريعه بحيث الناس تكون فكره الاكس ام ال البارت 2 اللي احنا خلصنا الفايلز والسي اس في. هنتكلم عن XML. XML فايل هو اختصار لكلمة Extensible Markup Language، اختصرت EXML. خلاص الـ XML Markup Language يعني ما هياش لغة برمجة، هي لغة. على فكرة الـ XML Language لغة كاملة، بس Markup مش لغة برمجة. تمام، مش لغة برمجة. يعني Markup لو الناس عندها خلفية عن الـ HTML فهي زي HTML. HTML كنا بنيجي نعمل تاج بنقول له H1 وبنكتب حاجه وسلاش H1 فبيعرف ان ده هيدنج 1 او هيدر. لما بنعمل IMG وسلاش IMG بيعرف ده، او ما فيش يعرف ان دي ايمج صوره لما والى اخره. تمام، فهو بس بيديسكرايب الفايل. تمام، هي اصلا XML was designed to store and transport data. يعني ال XML اصلا لما جم يخترعوها عملوها عشان تخزن البيانات وتبقى سهله في نقل البيانات من البرامج الى الاخرى. نقل البيانات من برامج البرامج الاخرى يعني. الـ XML was designed to be self-descriptive، يعني هي بتوصف نفسها. مش محتاجه برنامج اخر يوصفها او يبقى فاهمها، هي منها فيها وصفها ببياناتها منها فيها. تمام؟ لو في حد مش فاهم اللي انا بقوله يا ريت يقول يستوضحني يعني. XML does not use predefined tags، ودي الناس اللي اول مره تعرف XML هي اللقطه دي اللي هتبدا تستغربها. هي XML ما عندهاش تاجات محدده. يعني انا في ال HTML معروف مثلا، انا بتكلم عن HTML عشان هي حاجه كومون شويه والناس عندها خلفيات عنها. فال XML في ال HTML بقول مثلا في حاجه اسمها هيد، في حاجه اسمها بادي، في حاجه اسمها H1، في حاجه اسمها ديف، في حاجه اسمها مش عارف ايه، في حاجه اسمها سيكشن، في حاجه في الاخر. التاجز دي ليها مسميات وكل اسم ليه وظيفه بيقوم بها. ال XML مش كده، انت اللي بتحط التاجز طبقا لرؤيتك، ودي اول مشكله ممكن تفكر فيها. خلاص اني انا احط اي حاجه احط اي حاجه. فانا عامل هنا اكزامبل لفايل بسيط. طبعا الفايل ده بيبدا كده وبنحط علامه استفهام وبنقفل كده وبنقفل علامه استفهام، يعني تاج خلاص عادي بس بنزود علامه الايه؟ الاستفهام في البدايه وفي القفل في التعريف. بيقولوا لي اكس ام ال اولنا كده لازقه فيها اكس ام ال، وفيرجن بنحدد الفيرجن هو فيرجن 1. هم اخترعوها من زمان الاكس ام ال، اه صحيح، بس حتى الان مش عارفين يطلعوا بره فيرجن 1. هم عملوا فيرجن 1 وفضل لغايه دلوقتي فيرجن 1. تمام؟ ليه؟ لانه مفتوح قوي، بيقول لك مفيش بريد ديفاين تاج، انت اللي بتالف تاج بمزاجك. وبناء عليه بقى الموضوع مفتوح وواسع. طبعا انا بتكلم على اساس ان الناس عندها باك جراوند بسيطه عن فكره الاتش ام ال، عن التاج، ازاي التاج بيتقفل. عندها فكره عن يعني ايه اتريبيوت، يعني ايه اتريبيوت جوه التاج. وايه الهيراركي بتاعتها، يعني بقفل ايه ثم ايه، اللي بيفتح الاول بيقفل الاول، بيفتح في الاول اسف بيقفل في الاخر، وبيفتح في الاخر بيقفل وراه كده يعني.
السيناريو العام، الفكرة العامة بتاعت التاجز يعني. لو محدش فاهمها برضو يستوضح مني يعني. فأنا عندي هنا تاج اسمه ستيرنت، وقفلت بالتاج سلاش ستيرنت في الآخر، فتحته في الأول قفلته في الآخر. باجي هنا بحط اتريبيوت، بسيب سبيس وبحط اتريبيوت اي دي ايكوال 1، يعني اديته رقم واحد. وجبت قال نيم ميسر سلاش نيم، يبقى كده اسم الطالب ده. كانتري ايجيبت مثلا سلاش كانتري. ايميل مثلا كذا وسلاش ايميل. فون كذا. ممكن ابدا واعمل ايه؟ انذر ستودنت. نعمل بيانات بتاع الطالب ده. وتحتيها نفس الفكره طالب ثالث ورابع وخامس وسادس. دي الفكره العامه بتاعت الـ XML فايل. بس ناخد بالنا ان في فروق ما بين الـ XML وما بين الـ HTML. الـ XML اصلها تشيل بيانات. خلاص؟ وبتركز بتفوكس اون وات داتا از، ايه هي البيانات اللي موجوده. زي ما احنا شفنا كده النيم ايه، الكانتري ايه، اللي مش عارف ايه كده. الـ HTML طبعا مصممه في ان هي ديسبلاي تعرض البيانات، الـ XML ما بتعرضش. الـ HTML بتركز على بتفوكس على ايه؟ ازاي الداتا لك هتظهر ازاي؟ الصوره ايمج تتعرض ازاي؟ خط اتش ار بتعرض ازاي؟ مش عارف ايه التيبل بتعرض ازاي كده. لكن الـ XML مالهاش دعوه تتعرض ازاي خالص، هي بيانات بس، نقل بيانات. يعني زي الـ CSV فايل. الـ XML tag are not predefined like HTML tags، دي برضه اختلاف اساسي. الـ HTML اللي عندها تاجز واضحه ومعروفه كل تاج بيعمل عمليه. الـ XML التاجات اللي انت عايزها. الـ XML is extremely useful for keeping track of small to medium amount of data. يعني الـ XML كويس جدا في انك انت لو عايز تبعت وتستقبل وتشتغل على بيانات من صغيره لمتوسطه. تمام؟ امتى؟ without requiring SQL based backbone. يعني لما يكون مش عايز تشتغل SQL وداتابيز وكلام زي كده بتلاقي XML بسيط وبيتنقل بيه بيانات. ومهم جدا في حاجه قديمه نسيت اكتبها، حاجه اسمها API. طب كانت موجوده زمان، دلوقتي في ريستفول اي بي اي بتشتغل على حاجه اسمها جيسون احدث شويه. لكن الناس اللي شغاله حاجات قديمه شويه او اضطرت تشتغل حاجات قديمه شويه هتلاقي ان الاكس ام ال اساسي قوي في التعامل مع بيانات المواقع والموبايلات والكلام ده كده القديمه شويه. في احدث دلوقتي او ناس اغلب الناس شغاله على حاجه اسمها جيسون. ان شاء الله هناخد الجيسون بعد ما نخلص باذن الرحمن الاكس ام ال. دي كانت فكره بسيطه عن الاكس ام ال، فكره بسيطه عن فكره الايه الاكس ام ال. تعالى بينا نقول بسم الله ونروح كده على الابلكيشن بتاعنا ونقول عايزين هو ده. لا مش ده، هقفل البروجيكت ده. احنا البروجيكت بتاعنا كان تقريبا ده. ايوه تمام. طيب ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ تمام. تعال الاول نتخيل ملف اكس ام ال عندنا كده. فانا هاجي خلينا في فولدر اسمه الداتا ده، ويت قلت له انا عايز اعمل فايل جديد. طبعا ممكن اختار النوع منها، مش نوع مش مهم. هو جاي قايل له والله الفايل بتاعي مثلا هيبقى اسمه employees دوت اكس ام ال. ممكن اسميه زي ما انا عايز، ممكن اسميه زي ما انا عايز. طيب انا عايز دلوقتي اكتب ايه؟ اول حاجه زي ما اتفقنا احنا بنبدا وبنكتب اكس ام ال، تمام، وبنقفل في الاخر بالشكل ده. وهنا بنحدد الاكس ام ال بتاعتنا وبنحدد فيها حاجات اساسيه. ايه الحاجات الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها؟ الفيرجن والانكودنج يو تي اف 8 طبعا. لكن الفيرجن فيرجن 1.0 مفيش غيره. تمام؟ هقول له ادي الفيرجن. هقول له 1.0 وادي الانكودنج. كام؟ يو تي اف 8. وابدا الملف بتاعي. انا هخزن مجموعه من الامبلويز، مش امبلوي واحد زي ما كنت الملف كنت عارضه، كنت بعرض ستودنت واحد. ماشي؟ انا المره دي هو معايا عامل ايه؟ هو قايل له مثلا انا عندي تاج اسمه داتا، وهو بقى ايه التاج بتاع الامبلوي، الامبلوي الثاني، الامبلوي الرابع، الامبلوي الخامس كده. او هسميه مثلا امبلويز مثلا. ماشي؟ و
واجي بقى واعمل تاج اسمه امبلوي. ده اول ايه؟ اول امبلوي عندي. ممكن اديله اي دي، دي كده اتريبيوت او خاصيه انا اديتها له. بلاش اي دي، خليه ايه؟ اوتو ان هو اوتو نمبر مثلا. اوتو نمبر يعني رقم اللي هو ترتيبي يعني. تمام؟ وبعد كده قمت قايل له والله عندي تاج اسمه اي دي مثلا وليكن رقم 1 2 3. اوكي؟ 1 1 2 3. النيم ممكن اسميه مثلا ايه؟ تاخد اول واحد فريد صابر. تمام؟ طبعا انا ممكن برضه احط هنا اتريبيوتس، يعني ممكن اقول له مثلا الليبل، اعمل حاجه اسمها ليبل مثلا اللي هو العنوان يعني، واسميه مثلا اي دي كده مثلا كابيتال ليبل. طبعا انا واخدين بالكم انا حر، انا بكتب بقلل اللي هيجي في دماغي مني مثلا، واخدت من التاج ده كده كابي وعملت مثلا بيست وتعالى قلت له مثلا ايه جوب كويس جوب. بعد كده مثلا ايه مثلا نحط ايه تاني فون، نحط ايه تاني سالري، نحط ايه كمان يعني زي ما انت عايز بقى الايميل مثلا وخلصنا، وحط اللي انت عايزه يعني ايه واظبط بقى مثلا جوب. ممكن اقول مثلا ده يبقى اسمها جوب تايتل الفون، خليها فون زي ما هي، سالري سالري زي ما هو، والايميل ايميل. وتعالى نظبط مثلا الراجل ده نخليه برودكت مانجر فون مثلا، والسالري مثلا، والايميل نخليه زي ما هو كده. مثلا اللي احنا عملناه دخلنا بيانات اول امبلوي. طبعا انا اقدر اعمل بنفس الاسلوب انذر امبلوي موظف ثاني، اديله رقم 2 مثلا 1 2 2 مثلا، و ناخد ثاني واحد عندنا في القايمه محمد ابراهيم، اقول له بس كفايه من دول. المهم الفكره كده اهو في الاكس ام ال فايل تكون وضحت.